السلام عليكم، معكم شاهد العبادي. بهذا الفيديو حنحكي عن كتاب صدقا يعني صدمني جدا بالمعلومات اللي فيه، وصدمني اكثر بشكل مش طبيعي بالكاتب، لانه انا فعليا كانت عندي توقعات وعندي افكار سيئة عن الكاتب، ولكن بعد ما قرأت الكتاب اتغيرت وجهة النظر تعيتي فيه. المهم يعني قبل شوي كنت اقرأ كتاب ويعني خلصته، طبعا من زمان بقرأ فيه، ولكن حاليا بدأت اخلصه بعد ساعتين عشان احاول اهضم كل الافكار اللي كانت بالكتاب، عشان اقدر حتى اني يعني كيف يحكوا اني اعطل الكاتب حقه من كثر الاشياء اللي عجبتني الكتاب. هو ليطمئن عقلي للكاتب احمد خيال عماي. بعرف انه في شخص بعمل فيديوهات عن الالحاد وكذا، ولكن فعليا ما كان عندي اي اهتمام فيه ولا بشخصه، الا من فترة لما بلش الدكتور اياد قنيبي يرد عليه بقضية نظرية التطور، صار سجال بينهم بقضية نظرية التطور. المهم مالناش دخل بإياد قنيبي ولا بالقصة كلها، ولكن الفكرة اللي بدي احكيها بس انه انا عرفت كاتب هذا من خلال الدكتور إياد قنيبي بطريقة غير مباشرة. كمان في سبب ثاني كمان بصراحة، انه هو الدكتور احمد كان اجى عندنا على الاردن قبل اظن سنة او سنتين، واجا بالمكان اللي انا عايش فيه اللي هي منطقة الزاقاء، واجا برضو على المكتبة اللي انا شخصيا احيانا بجيب من عندها كتب، يعني هو كان فعليا جنبي، ولكن للأسف شاءت الظروف اني ما اقدر اروح واشوفه شخصيا، اني كنت حاب اخذ منه معلومات وكذا. المهم بغض النظر عن هذا الكلام بالمقدمة، ولكن فعليا يعني الكتاب حسيت انه اني اجيبه كانت قصة يعني طويلة يعني بالبحث. المهم كل هاي الاشياء اجت في بعض، وبلشت برضو اسمع له اقرأ له بعض الكتابات اللي بقعد فيها على اياد قنيبي. وطبعا انا شخص غير مهتم، يعني عندي مشاكل فعليا بقضية نظرية التطور وكذا وتطبيقها مع الدين وكذا، او كان عندي مشكلة فيها فعليا، كنت اواجه صعوبة احيانا في تقبل الايمان بسبب هاي النظرية، لانه يعني فعليا هي نظريه نوعا ما مثبته علميا، او في كتاب مثلا علماء بيحكونها مثبته علميا، فكنت اواجه صعوبه ناس من المشايخ الافاضل اللي بيحاولوا يدحضوها او بيهاجموها. طبعا هذا الموضوع حنوضحه كمان شويه لما نحكي عن الكتاب وعن نظريه التطور. فالملخص يعني لقيت انه الحل هو بهذا الكتاب، وانا فعليا كنت كتبت له بعض تعليق على الفيسبوك وسالته عن الكتاب، لانه كنت سمعت بعض انه هو كتب عن نظريه التطور كمان بواحد من كتبه، وهو جاوبني على الفيسبوك. طبعا ما بعرف صراحة اذا قدرت اني اجيب التعليق ولا لا، لانه فعليا زمان هذا الحكي صار، ولكن اذا لقيته احطه على الشاشة. المهم الكتاب يعني بشكل عام كان فعليا جدا كتاب ممتاز في قضية وضع الشبهات، او مثلا زي ما هو كاتب مثلا الايمان من جديد ومواجهة للحال الجديد، يعني حتى العنوان اللي كاتب لك اياه بالمقدمة جدا جميل. الكتاب بصراحة حتى يعني الغلاف تاعه والصالة الكتاب انا صدقا يعني عجبتني جدا، الغلاف جدا حلو هيك بالاسود، وكلمة عقلي وليطمئن جدا اشي مش طبيعي يعني. صراحة كمان عجب من الاشياء اللي عجبتني كمان بالكتاب، انه فعليا لما يحكي عن الملحد يعني بالمقدم وكذا، ما كان مثلا يستعمل كلمة مثلا كافة او مثلا شخص احمق او هاي المصطلحات كلها، بل بالعكس كان يستعمل مثلا باغلب الكتاب بالذات بالمقدم مثلا كلمة زميل او مثلا اخواننا مثلا بدل كلمة ملحد او لديني، وهذا الموضوع صح انا كان عاجبني شخصيا، على عكس مثلا كثير كتب انا قيمتها مثلا بالقناة كانت فعليا تستعمل صيغة مثلا الكفار المشركين الملحدين، يعني كان فيها نوعا ما هذا الموضوع انا عجبني كثير، انه فعليا الاسلوب تاعه جدا جدا محترم بانه يلقي لك او يحكي لك او بالتعامل مع الشخص المخالف، فهي شغله كانت جدا عاجبه. وعجبني اكثر شيء كمان بالكتاب، وهي شغله جدا عجبتني، قضيه انه حدد الهدف تاعه بالكتاب من اولها. فهو بدايه الكتاب كان يقول انه الهدف من الكتاب مش المؤمن اللي هو خلص ما تاح بايمانه، ولا حتى الشخص او خلينا نحكي مثلا بشكل ادق يعني اللا ديني او الملحد اللي حسم الموضوع، لا، هذا الكتاب للناس اللي واقفين على حياد، الناس لسه شاكين. هاي الشغلة أنا فعليا حسيتها جدا جدا ممتازة. ليش أشياء حسيتها جدا ممتازة؟ لأنه الخطاب تاعه هو من أوله بقول لك أنا موجه لهذول الناس، على عكس مثلا كتب للشيوخ، مثلا الدكتور مثلا سامي عامري مثلا أنا كنت قيمت له أكثر من كتاب بالقناة، وحكيت فعليا أنه مشكلة سامي عامري بالكتب تعيته انها بتكون موجهة فقط للمسلمين، ما بكونش مثلا هم حدد هذا الموضوع بكتابه، بل بالعكس انت بتقرأ الكتاب
على أساس إنه موجه مثلاً لقضيات إلحادية، زي مثلاً عنده كتب عن وجود الله وكتب من هاي الأشياء وبراهين النبوة وكذا. الكتب هاي أنت بتحس إنها فعلياً موجهة للناس كلها، ولكن لما تقرأ كتب سامي عامي أنت بتكتشف إنه أنت فعلياً بتقرأ لواحد بقول لك أنت مسلم فلازم تقتنع، ما اقتنعت فأنت كافر. وهذا الموضوع أنا وضحته لما تكلمت عن سامي عامة بالفيديوهات تاع التقييم، زي مثلا كتاب مشكلة الشاب وكتاب الثاني اللي صدقا حاليا مش متذكر شو الكتاب الثاني، العلمانية أظن طعون العصا، لما قيمت الكتابين هذولا حكيت عن هاي المشكلة بس بشكل يعني خفيف وعديت حتى على أفكار تعيته يعني، أو يعني من وجهة نظرك شفت إنه في كتاب مشاكل. المهم بغض النظر عن سامي عامة، أنا بس بحاول اللي وضعه هنا إنه الكتاب من البداية كان محدد الهدف، كان موضح كمان وجهة النظر تعيبه، كان موضح إنه أنا موجه لهذول الناس، أنا يا عمي للناس اللي لساتهم ما أخذوا القرار تاعهم، أنا يعني هيك بالنص، على عكسهم الثانيين يعني ما بيحددوا لك ولا بكون أصلا الموضوع واضح عندك أنت، فبتتفاجأ إنك أنت مثلا مش تابع كتاب مثلا لرد على الإلحاد، داد مثلا على شخص هو مثلا ملحد يدور عن جواب عند الشيوخ الثانيين يعني، بتلاقي الكتاب فعليا موجه للمسلم مش للملحد. طب انت ليش تعمل الكتاب مثلا؟ ما بدك مثلا تهدي الملحد مثلا؟ هذا الشق انا فعليا عجبني كثير، وانا عن جد احترمه كثير بالكاتب احمد. طبعا لقضيه كمان ردوا على الشبهات، فعليا ردود على الشبهات اللي هو طرحها ورد عليها يعني بكتابه كانت فعليا صدقا نعم فيها نوعا ما يعني نوع من الإعادة، لأنه فعليا في كثير أفكار بالكتاب يعني بشكل عام يعني هذا الشيء هو ما بننام عليه بصراحة، يعني قضية تردع الشبهات يعني ردت على كثير وفي كثير طرق لرد وكذا، ولكن نوعا ما في إعادة بقضية تردع الشبهات، ولكن ما هيك عشان نقول كلمة حق فيه طريقته هو بساد طريقة رد يعني على الملحد وكذا، وكيف مثلا بيتعامل مثلا بعد مثلا باسلوب محترم واسلوب جدا هادئ ولطيف، بتحس فعليا انه انت بتسمع وانت بتقرا بالكتاب، انا كنت احس انه في اب حنون قاعد بيرد لك على الشبهات، ما بتحس انه انت تقرا كتاب يعني من جمال الاسلوب اللي هو كان يكتب فيه. ولكن ما حكى انا بعترف انه في بعض الردود اللي كانت فعليا غير منطقيه، وفي فعليا ردود كانت جدا جدا غريبه علي انا شخصيا، وكانت يعني انا وانا بقرا كنت او ماي جاد يعني زي مثلا ردوا على قضية شبهة الحجاب مثلا، كان يحكي مثلا عن الحجاب واستدلك بنظرية التطوع عشان يثبت لك انه الحجاب مفيد، تخيل لوين. طبعا هسه اللي ما بعرف مثلا بشكل عام وهذا موضوع علمي يعني احنا ملناش علاقة هسه بقضية هل الحجاب مثلا صح ولا لا، اذا تتحجب تتحجب، انا شخصيا عندي بلاش تتحجب اي حال، الموضوع باجعني بشيء يعني باجعني. المهم بغض النظر كان يحكي بالكتاب، وطبعا هذا الصورة على الشاشة ان شاء الله، انه فعليا المرأة بشكل عام او رجل مثلا لما فعليا بثاب بصريا، هذا شيء مثبت علميا انه عن جد الزلمة مثلا بده ينجذب مثلا لانثى ولا اشي، بكون مثلا اهم اشي عنده انها تكون مثلا صحية، ففي شغلات او علامات معينة بتدل على هذا الموضوع. فالعمر شو بقول لك؟ بقول لك يا معلم نظرية التطوع بتقول انه فعليا الشعر تعد انثى بشكل عام يعتبر دليل على انها الصحة تعيتها وانها مثلا تقدر تتكافر كويس، وهذا الحكي كله طبعا كلام بالشاشة طبعا عشان ما تخبص الزلمة يعني، ولكن انا بحكي يعني بشكل عام يعني الكلام تاعه، فبشكل عام الكلام تاعه فيما يخص هاي الشق كان جديد عليه صراحة، ما اتوقع حتى جديد عليه. بعض كلامه عن الاحاديث النبوية وانه برضه لازم نراجع الاحاديث وبعض الاشياء مثلا بالسنة وكذا، طبعا هو كمان كان واضح لازم الأسس ويكون شخص متخصص وكذا، مع أني أختلف معاه بنقطة الأحاديث، لأنه فعليا أنا شخصيا أنه لازم الأحاديث يتم مراجعتها، يعني مثلا حديث مثلا بتكلم عن قضية علمية لازم مثلا يتم مراجعته من شخص لغوي وكمان من شخص مثلا عنده علم بالقضية اللي الحديث بتكلم فيه، لأنه زي ما يعني إحنا عارفين يعني أغلبية الأحاديث أحاد وما إلى ذلك. المهم بغض النظر برضو عن هاي النقطة، فيعني هو مثلا بقول لك كمان في بعض الحديث لازم نراجعها وكذا، وهي في بعض الافكار هي جدا انا متفق معها فيها انه عن جد في ممكن احي بعض الحديث تعمل مشاكل لبعض الناس، يعني انا شخصيا كمان كنت في مجال ادام فتره من فترات وبتناقش مع ناس، فكلامه فعليا منطقي جدا. بعضه كمان الكتاب كان يعني حكى عن قضيه العلمانيه وعن فصل الدين عن الدوله، مش يعني فصل الدين عن الدوله، هو كان يرد على فكره انه الغاب مثلا ما تقدم الا للمتراك مثلا الدين، فهو جاب معلومة أنا صدقا كانت جديدة علي،
مع اني قرأته اعتقد بكتاب سامي عامة، ولكنه فعليا بكتاب سامي عامة ما كان واضح اللي هو العلمانية طبعا ما كان واضح نهائيا، ولكن عند هذا الاستاذ العماني كان واضح وجدا واضح ان الزلمة حيادي. لما اتكلم عن هذه القضية اللي هي فصل الدين عن الدولة، اثبت بمصادر واشياء انه فعليا الغاب ما تقدم عشان هو فصل الدين عن الدولة، لا هو تقدم عشان هو جدد بالدين ما فصله يعني نهائيا. واستدل هذا الموضوع مثلا بالحاكة البروتستانتية وبلوثا كينغ اتوقع اسمه اللي هو مؤسس هذه الطائفة حسب ما اذكر، اذا كنت غلطان عادي يعني صلحوا لي بالتعليقات. واستدل بعضه انه فعليا كان التعصب الكنسي فعليا محصور على بعض الطوائف زي مثلا الكاثوليك اللي كانت فعليا متعصبة جدا لحابة مثلا قضية الأرض الكروية وهذا الحكي. في المقابل في كثير أماكن زي مثلا لوثر كينج وهي الجماعات كانوا فعليا يأمنوا بأن الأرض كروية، مش بس هم غالبية العالم كان يأمن أن الأرض كروية، وهذا في بعضه كمان بطعن بالأسطورة مثلا بتحكي بفعليا المسيحية كانت سبب تخلف العالم القديم. يعني هاي المعلومة كانت جديدة علي لأني فعليا متعود أن نقرأ كتب لناس مسلمين مثلا دائما يحكوا أنه سبب التخلف في المسيحية، هون هو بقول لك لا يا سيدي كان في كذا وكان في كذا. الدين مش لازم احنا نصل عن حياتنا، لانه فعليا هو بعض حكى عن هاي الشغل كتاب الكتاب قضية نفسية وهاي الاشياء، احنا مش لازم نفصله ولا الغاب حدا تقدم عشان نفصله، لا هو تقدم عشان يجدد بالموروث الديني. وبعضه بالكتاب كان في زي فصل بالاخير زي اسمه ملحق او شي زي كذا، كان الكاتب فيه بعض يرد على بعض الاسئلة اللي اجته مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما انا فاهم، لانه حسب كمان المقدمة دعيت الكتاب انه كان عامل مجموعة على الفيسبوك، المجموعة هاي لم فيها ملحدين او شيء كذا وجمع الشبهات. من بغض النظر عن هذا الشيء كان في ملحق باخر كتاب، الملحق هذا كمان كان فيه كثير فعليا اجوبة واشياء جدا جميلة، ولكن بعضه كان فيه بعض الاسئلة الهبلة، وكان فعليا بعض ردوده فعليا ضعيفة باخر الملحق هذا. ولكن هذا لا يعني ان فعليا الملحق والاشياء اللي فيه كانت تافهة، لا بالعكس كان فيه اجوبة جدا جميلة، زي ردوا على شبهة الزالشتية والاسلام، ردوا على شبهة ايش كان اسمها يا شادي، ادوا على شبهة ذبح او الاضاحي مثلا الوثنية، وهذا الحكي كان منطقي. ولكن برضو عندي بعض الملاحظات زي مثلا انه قال ان الوثنية انه فعليا الاسلام كأنه لا يتسامح مع الوثنية، هو فقط يتسامح مع الاديان ليس الوثنية. بعدين ضاب المجوسية يعني ضاب الكلام بالمجوسية انه مثلا تسامح مع المجوسية وكذا الخ. بغض النظر هذا الكلام فعليا حسيته بصراحة مش منطقي، لانه فعليا إن الدين عند الله الإسلام، لو نأخذها بعض المنطق إذا إحنا لازم ما نكون متسامحين مع أي ديانة. يعني هاي الشغلة فنان جننتني كثير، حتى أنا كتبت بالكتاب للأسف هاي نقطة جدا جلطتني يعني كاد عنده، يعني هي كانت مشكلة يعني. بغض النظر طيب بس ندخل على أهم قضية بالكتاب اللي هي قضية نظرية التطور، ولا أنا أصلا صدقا يعني اشتريت الكتاب بسببها. نظرية التطور الباحث أو أحمد بالكتاب بحاول يعمل بالأول بشرح لك شو هي نظرية التطور، بحاول كمان يشرح لك إيش هي وزنها في المجتمع العلمي. مش بس هيك، عاد كتب لناس بنتقلوا نظرية التطور، عاد برضو نقد لنظرية التطور وكمان جاب كلام المختصين فيها، فكان فعليا إنسان جدا حيادي وأمين بالطاح تاعه. مش زي بعض المشايخ مثلا بيقول لك لقد سقطت نظرية التطور، لا إن نظرية التطور نظرية متخلفة، لا لقد سقطت زي مثلا بعض المشايخ بدون ذكر أسماء. هو العكس، جاب لك كل الكلام حيادي، كان إنسان جدا يعني بيحاول أن يوعي الناس لهذه الشغلات، فعليا يعني كان جدا ممتاز بقضية نظرية التطور. حتى أنا شخصيا كنت أتوقع أنه أنا عندي معلومات كافية عنها، طلعت فعليا ولا بفهم فيها إشي لما قرأت بعضه عن الإجماع أو شبه الإجماع العلمي عن نظرية التطور، وبعضه كلامه عن أنه صارت محاكم بين الناس مثلا الخلقيين أو الناس مثلا المؤمنين وبينهم عن نظرية، وصارت كثير أشياء أقسم بالله أنا كنت مصدوم. فعليا الكتاب ممكن نحكي انه شبه شامل لنظرية التطور. مش بس هيك كمان، هو طاح سؤال كمان على الكتاب، هل نظرية التطور مثلا تخالف الاسلام؟ كثير ناس حيحكوا ممكن لا بسبب بعض النصوص الدينية او بعض وجهة نظر لبعض المشايخ يعني المشايخ عند رد على الشبهات وهذا الحكي الفاضي كله. ولكن هو بيحكي انه مثلا مش من الحكمة رفض نظرية اللي هي نظرية التطور مثلا، طبعا هو زي ما حكيت هسا عاض الأدلة المخالفين وأدلة كمان الناس اللي مع النظرية، فكان إنسان محايد طاهر. فهو بيقول لك هل من المنطق أن نرفض الإجماع الشبه علمي أو حتى الإجماع العالمي على نظرية علمية فعليا جميع العلماء متفقين عليها، ومع ملاحظة كمان كلمة نظرية كمان لا تعني
ان هذا الاشي لساته بالبحث، لا قضايا يعني بتعني انه هذا الاشي مليء بالادلة. طبعا هاي بتعرف تعال عمر بعضهم اللي ساقوا بالكتاب بعضهم على الشاشة، فلا تعني قضايا حتى انه هذا الاشي مش صحيح. فهو يعني بعد ما طرح السؤال هذا بدش يسأل انه مش من المنطقي نرفض نظرية التطوع بعد، بسبب انه فعليا هاي النظرية صارت يعني اشي شبه مسلم. وقال يعني كمان بالكتاب، وهذا اشي جدا كان يعني جدا ممتاز بالنسبة لي، انه يا معلم نظرية التطوع لا تخالف الاسلام اصلا. نعم زي ما تسمعنا نظرية التطوع لا تخالف الاسلام، وهذا طبعا هو طبعا بدلل عليه من كلام لعلماء اديان، مش علماء اديان يعني علماء اسلام، تفاسير فعليا للسلف الصالح، تفاسير بعض للناس مختصين، تفاسير مثلا للناس حديثين. يعني فعليا الكتاب والمجهود فيه فيما يخص التوفيق بين الاسلام والايات اللي مثلا بيدعوا بعض الناس انها بتخالف نظرية التطوع، مثلا زي خلق ادم الايدين وهذا الحكي، يعني مثلا خلق هاي آية قانونيا عارف، بس بصراحة قمش ذكر آية حاليا اللي بتحكي انه الله خلق آدم من ايديه من هذا الحكي. فهو مثلا بقول لك انه مثلا بعض الناس مثلا فسروا هاي الآية مثلا انه ككلام مجازي، لانه فعليا آدم ابن ذكامه فخلقه بايديه، يعني هذا يعني الملخص يعني. فيعني استدل بكلام من السلف، استدل بكلام بعض العلماء ومختصين. فكان انا اللي بدي اخلص يعني واحكي ببساطه انه فعليا كلامه عن نظرية التطوع كان جدا يعني عن جد عن جد انا عجبني، مش بس عجبني حسيته اشي يعني عن جد انا كنت معتازه. يعني نظرية التطوع شيء مثبت وكذا، وانا شخصيا زي ما عملت فيديو عندي قناه ثانيه بحكي عن الاديان، عملت فيديو بحكي عن تاريخ الاديان وكيف بلشت الاديان من ناحيه علميه، وحكيت عن نظرية التطوع. فعليا هو كان من مصادر تعيت الفيديو، لانه انا فعليا كنت اواجه صعوبه احيانا بتقبل الدين فعليا بسبب نظرية التطوع، ولكن هذا الكتاب حل هاي المشكله عندي. فاي واحد عنده مشكله في نظرية التطوع انا بنصحه بهذا الكتاب. يعني انا نفسي عن جد اعرض كل الافكار بالكتاب، ونفسي عن جد كمان احكي عن نظرية التطوع اكثر اللي هو عارضها بالكتاب، ولكن ما بدي الفيديو كثير اطول، بالذات انه صار مكتوب عندي انا حاليا صار ساعه بحكي. فخلينا نقطع النقطه الثانيه. طبعا اكيد هسه بعد الكلام اللي حكيته للاسف طبعا ما في عمل كامل، وهذا الاشي لازم نكون واثقين فيه. فعليا الكتاب برضه زي ما انا حكيت فيه شغلات جدا ممتازه، اشياء جدا كويسه، وانا فعليا حستفيد من هذا الكتاب كثير وحاجع له كثير، لان انا فعليا برضه كمان بكتب كتاب عن الاديان، فحيكون هذا الكتاب تاع الاستاذ احمد واحد من المصادر تاعين لتعلم كتابي بلا ادنى شك. ولكن ما في عمل كامل، وفي يعني اي عمل في مشاكل. صدقا في بعض المشاكل اللي واجهت الكتاب، ومن هاي المشاكل استدلاله او استعماله لموقع ويكيبيديا بشكل مش طبيعي. كتاب الاستاذ احمد العماري للاسف كان فيه كثير استشهادات بالموقع ويكيبيديا. طبعا هي صدقا يعني الاستشهادات اغلبها يعني غير مهمه، يعني الاشياء الصغيره زي مثلا المغالطات المنطقيه بالكتاب كان يستدل على ويكيبيديا. يعني حتى لو الموضوع مش مهم، انا صدقا يعني لما انا صدقا من الناس اللي ما بيحب استدلال بهذا الموقع، لأنه ببساطة ويكيبيديا مش موقع موثوق، أي حدا ممكن يكتب فيه أي شيء. حتى أنا شخصياً لو دورت عن اسمي بويكيبيديا راح تطلع لك معلومات غريبة، إن أنا كان عمري 17 سنة أو 7 سنين بحكي 17,000 لغة، تخيل لوين. فويكيبيديا ليس موقع يعني مختص. نعم الأشياء اللي أغلبها استدل فيها الموقع غير مهمة، زي المغالطات المنطقية وهذا الحكي، ولكن ما حكي أنا فعلياً ضايقني هذا الموضوع جداً استدلاله بويكيبيديا. لو ما استدل فيها كان الشغل صار أحسن. بعض قضية ترد على الشبهات، كان في فعليا بعض ردود على الشبهات فعليا انا حسيتها مع احترامي للكاتب جدا ضعيفة وغير منطقية. زي ما حكيت كمان قبل شوي بواحدة من اصول الكتاب بالملحق، قال انه فعليا الاسلام ما عنده مشكلة مع الدين او مع الديان، هو مشكلته مع الوثنية. يعني حكى كمان انه انت حار مثلا تكون على اي دين، ولكن الوثنية لا. طب يا استاذ احمد انت ما شفت لك لقاك مكتوب انك باحث في تاريخ الاديان، وهذا الشيء واضح من كتابك انك عندك علم بالاديان واضح. ما في إشي اسمه عبادة وثنية، الناس بأخذوا هاي الأوثان فقط كرموز ليست كالعبادة. فالصليب رمز الكعبة مكان مشرف من الله، ولكن احنا لا نعبدها ولا المسيحيين بيعبدوا الصليب، فهي مجرد رموز. هي أولا. ثانيا ما بزبط تحكي لي مثلا انت عن التسامح وكذا، وبعدين تقول لي انه في أديان نحن كمسلمين نقدر نتسامح معها ولكن ما نستطيع نتسامح مع الوثنية. طب كلامك مش منطقي، لأن الإسلام بشكل واضح بيحكي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كمان بيحكي إن الدين عند الله الإسلام. فإذا ما في إشي اسمه أديان أصلا بالمفهوم الإسلامي، في بس دين واحد، هذا حسب مفهوم نحن للدين.
فهي صدق كمان حسيتها مشكلة. أنا حتى كتبت بالكتاب نفسه إنه لا ليش كتبت، أقسم بالله ليش يعني. طبعا تلفوني كمان خابان للأسف، مش هقدر أصور لكم الصفحة، ولكن أنا كتبت عن جد ليش يعني. هذا الموضوع فعليا جد استفز، زي قضية مثلا ردوا على شبهة ضاب الماء مثلا في الإسلام. أنا فعليا ما شفت النظر تاعه موفق. طبعا هو طبعا ذكر بأول الكتاب إنه فعليا في علماء قالوا مسواك وكذا، ولكن هو نفسه يعني اعترف بالكتاب بشكل واضح انه كان هو نفسه عنده مشكله في قضيه الضاب الماء بعد اكاد على الشبهه. ولكن فعليا ما شفت ضد يعني، لحبي لك ما شفت يعني رد منطقي، لان انت فعليا انت نفسك قلت انه فعليا ليش ينذكر الموضوع في القران نفسه يعني. انا فعليا ما شفت انه ردك منطقي في هاي النقطه كمان ضاب الماء للاسف. وصدقا يعني انا عندي بعض المشاكل كمان بالكتاب، ذا هاي المشاكل اللي انا حكيتها، ولكني انا حكتفي بهاي المشاكل بس، لان فعليا الكتاب جدا انا حاسس بالشغل اللي فيه وعجبني كثير، فما بدي يعني احكي عنه كثير مشاكل. وفي صدقا شغله انا حاب احكي عن هذا الكتاب قبل يعني نخلص الفيديو، لان فعليا انا عارف انه كمان المراجعه شوي سريعه، ولكن هذا بسبب اني هسه خلصت الكتاب يعني بعد ساعتين طبعا من التفكير، وبحاول اطلع كل الافكار اللي عندي براسي حاليا، عشان دائما انتم بتعرفوني بفتح الكاميرا وعلى طول بقعد اسجل بدون حتى ما اكتب شو بدي احكي. كتاب عقل ليطمئن أو ليطمئن عقلي هو الكتاب الوحيد المختص بردع الشبهات اللي خلاني أبكي. أنا عن جد بحكي الكتاب خلاني أبكي، خلاني فعليا أحس إحساس زي الشخص اللي مثلا لقي مثلا واحد بيحبه. يعني شايفين لوين؟ تعرفوا إيش السبب؟ الأستاذ أحمد العمر عنده فصل اسمه ليطمئن قلبي. الفصل هذا بنصح الجميع يقرأه، أقسم بالله خلاني أبكي، خلى عيني تدمع وأنا بقرأ فيه، بالذات آخر جملة بالكتاب. اسمعوا شو بحكي. يحتاج القلب أن يسكن ويركن ويحتاج أن يتنفس ويغمض عينيه مثل طفل رضيع ليس لديه أدنى شك أن صدر أمه سيبقى موجودا دوما، وليس لديه أدنى فكرة عن الفطام القادم. يحتاج أن يكون مطمئنا مثل ذكرى طفولته يزيدها الزمن أمانا ودفئا، أن يكون مطمئنا طمأنينة الليل إلا إن النهار سيأتي بعده. يحتاج القلب إلى منحات كي يستطيع أن يواصل يلجأ لها بين الحين والآخر، كي يعلق جراحه ويداوي كسوره وينسى خيباته. إلى هاي الكلمة أو الجملة لما قرأتها أقسم بالله العظيم عيني دمعت. طبعا ممكن أكون قاصد كلام شوي، لأنه فعليا لما قرأ بصوت عالي بصار خبص بالحكي يعني، بصار لخبط بالفوق مش عارف ليش. المهم بغض النظر عن هاي النقطة، فعليا هذا أول كتاب للشبهات بخليني أدمع. هذا الفصل الأخير اللي كتب قبل الملحق اللي هو يطمئن عقلي، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم إذا كنت سالق محالك وقرأته، وكنت مثلا شخص زي مثلا حاس حاله ضايع أحيانا بقضية الدين، فعن جد هذا الكلام حيخليك تدمع وحيخليك تعيط. انا عن جد يعني هذا الكاتب، انا فعليا الكاتب احمد خالد عمان ان شاء الله بيوم من الايام يرجع يزورنا في لندن ويزورنا بنفس المكان عشان اخليه يوقع لي. عن جد هذا الانسان يعني مفكر عظيم، عن جد احسن كتاب لاضع شبهات او واحد من افضل الكتب اللي قرأتها، وهذا ردود منطقيه، اسلوب يعني بخليك عن جد تطمن حتى وانت بتقرأ، بواجهك بعقلانيه، بيحكي عن الاحاديث بكل حريه، بيحكي لك نعم ممكن في تساؤل كذا وكذا، بيحكي بشكل كمان حيادي، انسان جدا عظيم. وانا مش فاهم فعليا ايش كان في ناس يهاجموه فعليا داخل فتره بالداخل لما رد على اياد قنيدي. هذا انسان عن جد كنز ولازم عن جد نحافظ عليه. وانا ان شاء الله اول ما تجي لي فرصه ثانيه حبلش اقرا كل كتبه، اي كتاب بتعلق بعض الشبهات اللي الناس بتحب شواريات راح اقرا له اياها. انا عن جد يعني نفسي احكي لكم قديش الكتاب بالذات الاخر فصل عجبني، بس حتى مش لاقي كلام. فانا حنهي الفيديو هنا، اني فعليا حاسس الفيديو بشيء طويل، وانا عن جد بعرف حالي ما اعطيت الكتاب حقه، وبنصح الجميع بكل ثقه انه يقرا الكتاب، اذا كان حتى لو ما عندك شكوك ما عندك شيء اقرا الكتاب، اقرا حتى بس الفصل تاعي يطمئن عقلي، لو يطمئن قلبي يطمئن عقلي. اذا ما دمعت يعني مش عارف شو اقول، يعني تكون انت مش انسان يعني. انا كل اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام.